السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالد معرض إمداد الدين للسيارات. طبعا يا إخوان قبل ندخل عن السيارة اللي أمامنا، في بعض الإخوان يضايقوا من نوع التصوير ورداءة التصوير إلى آخره ورداءة المكان. صراحة الفيديو ليس للاستعراض بالتصوير أو إلى آخره، الفيديو فقط لشرح المواصفات يا إخوان، لشرح المواصفات. يعني حتى لو تكلمت بعض الأحيان يعني برضو يفيدك، لكن احنا نحب نشرح فيديو وصوت عشان الواحد يشوف افضل لنا. عموما يا اخوان اللي حابب يشوف تصوير فيديو اروع يكتب، يعني يدخل على مواقع تويوتا على اليوتيوب ويشوف مواصفات السيارة ويشوف صورها اوضح، لكن تبغى تشوف شرح مواصفات ما راح تلقى شرح مواصفات نهائي. يا اخوان الكرام، معنا تويوتا افالون 2016 فل كامل ليميتد، وارد عبد اللطيف جميل. السيارة طبعا يا اخوان صار عليها فيس ليفت جديد، غيرت فيه بعض من اجزاء السيارة اللي هو الصدام الامامي، الجنوط وتكحيلها للشمعات الخلفية. صارت فيها بعض المواصفات الزايدة، صراحة جميلة المواصفات، الصراحة يعني اشياء جميلة بالامانه. الصدام صار شكل رياضي، لكن حرمونا من كشاف الضباب، وهذا الشيء صراحه يضايق شوي انه ما عندك كشاف ضباب. هذه السياره مع الجنب، والانوار الخلفيه صار فيها تكحيله سوداء بسيطه، يعني صار فيها تغميق. الصدام الخلفي برضو تعدل شوي. طبعا برضو نشوف لكم صرفيه الوقود للسياره، بعض الاخوان يحبونها. هذه صرفيه الوقود 12 كيلومتر لكل 12 كيلومتر لكل لتر بنزين. طبعا يا اخوان السياره نتكلم عن مواصفات المحرك والجير. محرك 3500 سي سي في 6 من 6 سلندر مع جير اوتوماتيك توبترونيك من 6 سرعات، بالاضافه ان السياره دفع امامي. بالنسبه لمواصفات السياره الخارجيه فهي انوار ليد زي ما انتم شايفين، معروف النور الليد، النور ما صار اي تغيير، انوار ليد، انوار زنون واطي وعالي. عندكم الاشارات المراية صارت تحت، هي طبعا تحت من دايم بس انها يعني نزلت تحت، صار بدون كشاف ضباب. عندكم حساسات امامية عد 2. طبعا يا اخوان الحساسات هذه تركيب الوكيل من المصنع، ما يجي الافالون يعني من الوكالة نفسها ما يجي حساسات. الجنط صار فيه فيس ليفت بافو، الجنط صار اجمل شوي، المقاس 17 انش. طبعا فيها اشارات مراية مع مقابض ابواب كروم، فتحة سقف مع حساسات خلفية عدد 4. هذه السيارة من الخلف. طبعا شو كمانين السيارة. بالنسبة لمواصفات السيارة الداخلية، دخول بصمة، هذا شيء معروف من افالون 2013 صار فيها البصمة شيء رئيسي. دخول بصمة طبعا زجاج كهربائي مع مع مرايا كهربائية، وحاجة جديدة بال 2016 صارت المرايا كهربائية بالطي. يا اخوان مقاعد جلد هيلوز طبعا، مع ذاكرة تخزين لكرسي السائق، كرسي السائق كهربائي وكرسي الراكب برضه كهربائي. طبعا الزجاج كله كهربائي بنظام لمسه واحده اوتو. عندكم هنا زر للحساسات الاماميه، تراكشن، تصفيه المرايا، فتح الشنطه والستاره الخلفيه. بالنسبه للدركسار يا اخوان، تحكم للنظام الصوتي مع بلوتوث مع مثبت سرعه. فيها السياره جير 1 جير اف 1 اللي هو جير الرياضي. عندكم هنا تحكم في الانوار مع انوار اوتو يعني من تلقاء نفسها تشتغل. عندكم هذا العداد، عندكم مع شاشه اماميه زي ما انتم شايفين، هذه الشاشه شاشه معلومات الرحله، تعطيك مستوى صرفيه الوقود من نظام الايكو الى اخر النظام الرياضي. بالنسبه للسياره فهي شاشه ملاحه معروفه الليمتد، هذه ما عاد في زي اول في ليمتد 1 ليمتد 2، لا الحين كله يا اكس ال اي فتحه، يا اكس ال اي بدون فتحه، يا فول كامل ليمتد. السيارة طبعا يا اخوان نيفيجيشن مع كاميرا خلفية، هذا النيفيجيشن، هذه الكاميرا الخلفية، هذا النيفيجيشن، مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب.
لها الله. عندكم تبريد المقاعد الأمامية، تحكم بالنظام القيادة، سبورت، نورمال، إيكو، عندكم الجير توبترونيك، عندكم الأكواب. في ناس يضحكون إني قاعد أشرح يقول لي مواصفات أكواب، حنا قاعدين نصور كل شيء في السيارة، فما أدري ليش الجماعة هذول يضحكون. عموما ما علي منهم. طبعا يا أخوان التخشيبة صارت تخشيبة رائقة، تخشيبة شكلها نوعا ما طبيعي زي الجينيسيس الرويال أو زي الليكزس، بعض جيوب الليكزس البحرينية يجي خشب طبيعي يعني مطفية نوعا ما. حتى شوفوا من الخلف هنا، حتى هذه صارت خشب، هي طبعا كانت ملون، تخشيب ملون. طبعا تكلمنا عن مواصفات الأمامية السيارة، برضو نصور لكم السيارة. نظام صوتي جي بي ال، عندكم مدخل يو اس بي وأواكس، عندكم منفذين كهربائيات، عندكم الدرج يا أخوان للأسف فاضي ما في شيء، توقعت يكون في بيت شاحن أو إلى آخره، ما في. طبعا السيارة فيها أضواء بانورامية اللي هي بالأمانة بالنهار ما حتبين معنا، اللي عند الأكواب ويعني الإنارة خفيفة بسيطة. عندكم هنا هذه هنا بوصلة، للأسف ما أدري ليش المفروض البوصلة ما دام في شاشة ملاحة المفروض البوصلة ما تكون موجودة، بالأمانة هذا شيء معروف في تويوتا. عندكم هنا بيت النظارة، التحكم بفتحة السقف، الأنوار، عندكم هنا الشماسات، طبعا أبلون ما يحتاج الشماسات حقتها فيها هاللمبات، يعني سيارة راقية. هذه السيارة يا أخوان جوا، خلينا الحين نروح المقصورة. طبعا أبرز التعديلات اللي صارت فيها نتكلم عنها بعد ما نخلص المواصفات عشان تعرفون، حنشر كل شيء، لكن حنقول أهم الميزات اللي صارت فيها بالشكل الجديد ال 16، مو شكل جديد، فيس ليفت، بس في صارت تطويرات حلوه وجميله. يعني احلى حاجه صارت صفط المرايا، ما كانت موجوده من 2000 من اول ما نزلت الافالون للاسف، يعني كانت تجي بالكورولا والافالون ما فيها. خلينا نصور لكم السياره. هذه يا اخوان من جوا، نجي للمقصوره الخلفيه. ابرز التعديلات بالمقصوره الخلفيه يا اخوان اللي زي ما انتم شايفين، صار في تسخين مراتب خلفيه، في عندكم تحكم في المكيف الخلفي، تقدر تقلبه حار وبارد. كانت موجوده الحركه هذه في هيونداي جينيسيس، ان المكيف الامامي نفسه ما هو مكيف خلفي، ما هو مفصول، لكن تقدر تقلبه حار، والامامي تخليه يعني حار او بارد على كيفك. هذه السياره، هذه ابرز الاختلافات اللي صارت صراحه، ما في اختلافات كثير زايده. عموما يا اخوان فئة الـ XLE اللي بدون فتحة ان شاء الله المقطع اللي بعد هذا حيكون في موجودة السيارة ولازم نصورها. زي ما وعدتكم اي سيارة موجودة عندي لازم اصورها وتشوفونها، سيارات ما هي موجودة عندي لا احد يحرجني او شيء، لاني ما احب اروح عند احد اصور سيارته او شيء، اي سيارة موجودة نصورها لكم. عموما يا اخوان ابرز الاختلافات اللي صارت اللي هي فيس ليفت، صدام خلفي، صدام امامي، جنوط، عندكم صار في صفط مرايا، وتحكم صار في تحكم بالمكيف الخلفي مع تسخين مراتب خلفيه، نوعيه التخشيب اختلفت. في حاجه سلبيه، الشاشه انا كان معي 2013 اول ما نزلت، الشاشه كانت نوعا ما اكبر النافيجيشن، وكانت الكاميرا المسار حقها اقدر اتحكم فيه، يعني المسار اليوم ارجع رياوس الف الدركسون الكاميرا برضو تعطيني المسار مع لف الدركسون، ما هنا ثابت. لا اختلافات زايده، ما في اختلافات صراحه، السياره تطورت وسعرها لا باس، سعرها مميز جدا، 137 الف ريال بالنسبه لليوم تاريخ، خلينا نقول اليوم تاريخ كم، والله ناسي يوم كم. عموما احنا في 5/3/2016، فسعر السيارة 137 ألف ريال، سعر مميز جدا بالنسبة للسيارة هذه. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. بالنسبة للصح نسينا أهم حاجة قاعدين ننساها، والله كم سيارة نسيناها قبل. نظام الأمام فيها مستوى عالي جدا للأفالون، نظام الثبات الإلكتروني، فرامل إي بي إس، عدد 8 إيرباقات وفرامل إي بي إس وثبات إلكتروني، وعدد 5 أحزمة أمان لكل ركاب السيارة، عفوا أكثر من، لا غلطنا، مو 8 إيرباقات، عندنا اثنين في الواجهه، اثنين واحد للسائق واحد للراكب، اثنين ركب، واحد للسائق واحد للراكب، اثنين في المراتب، هذه صاروا سته، اكثر يا جماعه ما شاء الله، ارباقاتها كثيره، تقريبا 12 ارباق، اربعه في السقف واربعه في المراتب، هنا صاروا عندنا ثمانيه، واربعه في الطبلون اللي هي ركبه السائق وركبه الراكب ووجه السائق ووجه الراكب، هذه صار عندنا 12 ارباق في السياره. يا ريت توضح معكم.
هنا شوفوا هذا إرباك وهذا إرباك وهنا في إرباك وهنا في إرباك وعندكم السقف هنا في إرباك وهنا في إرباك وبرضو هنا في إرباك وبرضو هنا في إرباك. طبعا المراتب موجود فيها إرباكات بصور لكم بس مرتبة الخلفية. شوفوا هذا إرباكها، هذا إرباك المرتبة الخلفية والجانب البرض الثاني. يعني ما شاء الله سيارة معبية إرباكات، الله لا يحيشكم لها إن شاء الله، ما حد يحتاج الإرباكات إن شاء الله، إن شاء الله ما تفتح معكم ولا تسوي حوادث بإذن الله. أتمنى يكون عجبكم الفيديو وأرجو اشتراك في القناة ودعم القناة. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.